ونبقى مع حضراتكم بهذه التغطية الخاصة مع احتفالات مصر بالعيد الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وهي الحرب التي ستظل شاهدة على عظمة المصريين وكفاحهم لاسترداد أرضهم. وحرب أكتوبر أبهرت العالم وما تزال، نظرا لبسالة وشجاعة الجنود المصريين في الدفاع عن أراضيهم وابتكار حلول عبقرية لأصعب الأزمات التي واجهت الجيش المصري. عبرت قواتنا بعمل بطولي عسكري فذ حقيقة شهد به الكل، عبرت القناة أخطر مانع مائي في التاريخ واجتاحت خط برلين. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته على سعي الدولة المصرية لأن تصل لمكانتها اللائقة، موجها التحية للزعيم الراحل محمد أنور السادات، كما وجه سيادته تحية احترام للقوات المسلحة لدورها المقدر في الحرب والسلم. وأكد الرئيس السيسي أن لمصر رجالا في كل عصر يعرفون قدرها العظيم، وأن الروح القتالية استعانت بالمخزون الحضاري الهائل للأمة المصرية والثقة بالله. كما أكد الرئيس السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية أن الجيش المصري استطاع أن يكسر حاجز الخوف وغياب الثقة وفارق القوة الضخمة خلال حرب أكتوبر عام 1973، مشيرا إلى أن من عاش فترة حرب الاستنزاف خلال الفترة من عام 1967 إلى عام 1973 يدرك أن مصر لم تنتصر فقط بل قفزت للتفوق في الحرب، مؤكدا أن أي قوة لم تكن قادرة على تحقيق النصر سوى الجيش المصري. وقال الرئيس السيسي أن الهزيمة تقع عندما يتم القبول بها، لكن الشعب المصري لم يقبل بالهزيمة عندما رفض تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 9 من يونيو عام 1967، لافتا إلى أن أحد عناصر القوة الشاملة لمصر خلال تلك الفترة هو شخص الرئيس، ولذلك واجهت مصر تحديا آخر بوفاة الرئيس عبد الناصر عام 1970، والذي شكل ضربة أثرت على الشعب المصري. واستشهد الرئيس السيسي بمقولة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشي ديان بأن مصر تحتاج إلى نحو 50 عاما لإعادة بناء ما تم تدميره في حرب 5 من يونيو عام 1967، وقال إننا نحتاج إلى أن نسمع ونقرأ جيدا لنعرف حجم التضحيات التي تمت خلال حرب أكتوبر 1973. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري لم يقبل بالهزيمة عندما رفض تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 9 من يونيو عام 1967. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال حلقة نقاشية ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. هتكلم الأول، أقول
الهزيمة إمتى؟ الهزيمة عندما تقبلها. الهزيمة عندما تقبلها. أنا عايز أقول لكم إن حالة الهزيمة كانت حدث هزيمة في الميدان العسكري، أنا بتكلم على 67، لكن خلي بالكم حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو عندما خرج المصريون 9 يونيو، مش كده؟ عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا لا. أنا عايز أقول إيه؟ ده كان أمر بالنسبة للواقعة، الواقعة الهائلة بتأثيراتها الضخمة جدا على مصر وعلى الجيش وعلى حتى الأمة العربية كلها، كان هائل. لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش يشوه الفكرة دي، لأن في ناس كتير يقول لك إيه دي كانت مترتبة، دي كانت مترتبة الخروج. لا، المصريين خرجوا عشان يقولوا إن مش قابلين الهزيمة والجيش خلصان والإسرائيليين موجودين في سيناء كلها. إذن أول نقطة عايز أقولها لكل من مهتم بالقضية وعايز يعرفها، القضية مش بدأت في 73، القضية بدأت في أعقاب الضربة، في وسط حالة الألم والهزيمة خرج المصريين وقالوا لا إحنا مش هن، واستحملوا من 67 ل 73 ظروف هائلة وضخمة على كافة المستويات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري استطاع أن يكسر حجز الخوف وغياب الثقة وفارق القوة الضخمة خلال حرب أكتوبر 1973، مؤكدا أن أي قوة لم تكن قادرة على تحقيق النصر سوى الجيش المصري. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الجيش المصري حقق النصر بالإرادة رغم موازين القوى العالمية، لا سيما الصراع بين القوى العظمى في العالم وقتها. يعني نختلف مش مع كل اللي بيتكلم عن الموضوع، لو عشت ودقت الحالة من 67 ل 73 هتعرف إن مصر مش انتصرت، مصر قفزت. مصر قفزت ليه بقى؟ لما يكون في طرفين متساويين في القدرة وفي القوة، ومن ضمنها القوة المعنوية، المنتصر قوة المعنوية تختلف عن قوة المعنوية للمنهزم. فلما يكون القوة منهزمة وهي القوة المصرية في ذلك الوقت أو القوة العربية في ذلك الوقت، وحصل يعني تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش وخاصة قدرة الجيش المصري. الكلام كان بيتقال وده موجود مش ديان في الوقت ده، قال مصر تحتاج 50 سنة عشان إعادة بناء جيشها اللي تم تدميره. إذن اللي يستطيع في ظل الظروف دي كلها بالكامل، هزيمة كاملة، إحباط كامل، فقد للثقة، غياب لقائد كانوا هم متعودين عليه بقالهم 16 سنة من 52 ل 70، وكان له يعني كان بيعتبر رقم كبير جدا في معادلة القوة بتاعت الدولة المصرية ويمكن العربية. كل ده ويستطيع الجيش ان يكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة، فرق القوة الضخم جدا ما بين ما لدينا وما لديهم، لا ده ما كانش انتصار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المزيد من الأعمال الوثائقية لرفع وعي الشباب والأمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة بذل كل الجهود من أجل استمرار وعي الأمة وشبابها بصورة ناضجة وحية. لكن أي حاجة طبعاً ممكن وتتعمل من أجل حاجة، من أجل إن وعينا، وعي شبابنا، وعي أمتنا يستمر ناضج وحي، فإحنا مستعدين نعمل أي حاجة، وأي حاجة إيه؟ حقيقية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية إلى أبطال معركة رأس العش إحدى معارك حرب الاستنزاف، مطالبا جميع الحاضرين في فعاليات الندوة التثقيفية الوقوف لهم احتراما وتقديرا. كما تم توجيه التحية أثناء الاحتفال إلى العميد أحمد شوقي رغم عدم مشاركته بسبب ظروفه الصحية. وشارك الرئيس السيسي في تحية السلام لشهداء حرب 6 أكتوبر عام 1973 خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر. كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من ابطال حرب اكتوبر المجيد. وعلى راس المكرمين جاء اسم المشير احمد اسماعيل وزير الحربيه القائد العام للقوات المسلحه اثناء حرب اكتوبر، وتسلم التكريم بالنيابه عنه السفير محمد احمد اسماعيل. كما كرم الرئيس السيسي اسم المشير محمد عبد الغني الجمصي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، وتسلم التكريم نجله مدحة الجمصي. وجرى كذلك تكريم اسم الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتسلمه حفيده المهندس كريم الشاذلي. وانضم إلينا اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العليا للدراسات وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء كل عام وحضرتك بألف خير. يعني في البداية، أبرز المعاني التي حفرها نصر أكتوبر في وجدان الشعب المصري والعربي. الأول كل سنة والأمة العربية بخير. حضرتك بخير. طبعا من هذا المجلس الذي يتم الاحتفال بذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر والانتصارات ليست معركة أكتوبر، لانتصارات أكتوبر اللي بالفعل ما تحقق أنا إعجاب. ورسائل كثيرة جدا تأتي في هذا اليوم تحديدا، ألا وهو إعلاء قيم الوفاء والنبل والارتقاء بالذات والسمو النفس اللي استشعرناه كلنا في الاحتفاليه اللي اتنظمت منذ قليل، عندما تقدم الدروع وتقدم نتذكر جميع الابطال او كل من شارك وساهم في هذه المحكمه البطوليه التي تعد من اعظم الملاحم التي ذكرتها الجنود العسكريه العالميه بكونها الدوله الوحيده او الجيش الوحيد الذي احدث الفارق في مبادئ الحرب فيما يسمى المفاجاه. كان الجيش المصري وجدت المفاجاه في مكافحه مبادئ الحرب الحديثه. اذا هذا النشر وهذا المنح وهذا الاتجاه الذي نعيشه يدل على ان مصر الحمد لله من خلال ابطال بكل المقاييس بكل المجالات، ليست القوات المسلحه فقط ولكن الشعب المصري ومن ولد بكل فئات واطياف، كل من تحدى التحدي القومي اللي جرى في كل مؤسسات الدوله بالكامل، لا توصل على المعركه. النصر او الشهاده. هذا هي العقيده وهذا هو الوفاء وهذا هو صحيح سياده اللواء. سياده اللواء، يعني السيد الرئيس في كلمته تحدث عن قدره الجيش المصري على استعاده سيناء من الاحتلال، وأيضا البطولات التي تمت خلال الـ10 سنوات الماضية وتطهير سيناء من الإرهاب. كيف يمكن الاستفادة من معاني النصر في الوقت الحالي؟ أولا لا مستحيل بالنسبة للشعب المصري، ما فيش حاجة اسمها مستحيل للقوات المسلحة المصرية. صحيح. حاجة اسمها مستحيل للمواطن المصري، للفرد المصري، لكل أي شيء ينتمي لجمهورية مصر العربية لا هناك مستحيل. الدليل ما حدث في 73، ما حدث في ما سال ذلك الأعمال البطولية. احنا ما يعني بعد الحرب الأوطارات الملاحم التي أحدثتها هذه المعركة من قبل قوات وملحمة كبير وملحمة الأغراض وملحمة تطهير الوجود ومحمة استعادة الأرض بالكلام السلام ومحمة التحدي الأكبر للتنسيق التنمية ومن بينهما القضاء على الإرهاب. كل هذه ملاحم أدارتها الدولة المصرية وأدارتها الجيش المصري والشعب المصري متلاحمان. النتيجة هي أن مصر ما زالت باقية رغم كل الصعاب كل التحديات التي كانت تقابلها. يعني الدور اللي أدت فيه أفضلية القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب يدرس ويذكر، اصبحت استراتيجيه تبنتها الامم المتحده في 2016 واصبحت وثيقه رسميه تعمم على كل العالم
لمدى تاريخ الترويج قدمتها في ثلاث محاور للجمهوريه العربيه، المحور الامني والمحور الفكري والمحور التنموي، واللي اشتغلت عليه الدوله المصريه بحضرتها من خلال السواد الثلاثه. الثابت الاول هو خط المستقبل بتاع 3/7 اضافه للدستور المصري 14، ضيف على ذلك يعني رؤيه مصر 2030 في اطار التنميه المستدامه المرتبطه بالامم المتحده. صحيح. رؤيه عام 2063 مع افريقيا. هناك سواد في الاسس والمبادئ تعاملت مع الدوله المصريه لكي تحقق الاهداف، رصدت اهداف وساعدت على تحقيقها. دي استراتيجيتها صحيح في الفتره الحاليه للمجاور والتقديم وهو الحفاظ على الامن القومي. صحيح، يعني هو ما اكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بان مصر الان تتحرك نحو بناء القوه الشامله الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه ومختلف القوى. كيف يمكن تعزيز ادراك ووعي الشباب بتاريخ الانتصارات والخروج الى النصر من رحم الهزيمه؟ شوف، اولا هو القوى الشامله متعدده ومتعامل معها قوة ملموسة قوة غير ملموسة، لازم نتعاطف عليهم على الشعب. والشباب يدرك تماما ماهية القوة. القوة مش كلمة وخلاص، القوة بالعكس هو عبارة عن كتلة حيوية، يعني شعب وأرض. الجزء الأولاني، الجزء الثاني قدرة عسكرية، القدرات الملموسة اللي بكلمك عليها. القدرة الثانية هي القوات المسلحة والقدرة العسكرية. القدرة الثالثة هي القدرة الاقتصادية. دول الثلاثة ملموسين ومعلومين. دي خمس قدرات غير ملموسة بتتجمع مع بعض وتقسم على العدد بتاعهم الخمسه عشان نقدر نقول قد ايه هذا القدر يناسب او يتعامل مع او كوزن نسبي يدينا قد ايه. القدرات الغير ملموسه القدره الدبلوماسيه نمره واحد، القدره السياسيه الخارجيه ودي قدرات غير ملموسه يعني تتمثل بعدم يعني هو نعمه تعتبر يعني. الدبلوماسيه ثم القدره السياسيه اللي هي النظام السياسي بتاع الدوله والمستويات والدستور ونظام السياسي بحد ذاته الداخلي الذي يدير الدوله ويحقق العلاقات او ينظم العلاقه بين الشعب بعضه البعض. ثم القدره التكنولوجيه، القدره المعلوماتيه، القدره المعنويه. وهنا نقدر نقول ان هذه الخمس قدرات قدرات تعتبر قدرات غير ملموسه او غير محسوسه، ولكن هي الرهان اللي بتمثل في الاخر اراده شعب. الإرادة دي مضروبة في القدرة الملموسة تحقق النصر، لو الإرادة صفر يبقى كل ما قدرت في الكتابة القدرات الملموسة تساوي صفر. عشان كده الاهتمام بالقدرات الملموسة والقدرات الغير ملموسة واللي لعب عليها العدو فترات ما بعد 73 اللي هي الجزء المكون الثاني من الذات اللي هو الجزء المعنوي ابتدى يلعب عليه ويحاول يأثر فينا من خلال الشائعات والحروب النفسية والاختراق الفكري وتشويه الرموز والغزو الفكري والثقافي والحروب الكيل الرابع والعمليات النفسيه الممنهجه. كل هذا الكلام اتى في يعني يحاول ان يكتب ولكن في اطار معرفه الوعي. صحيح، قدرنا نجادل وقدرنا نحقق المستحيل في هذا السياق. ودائما ما يتم الرهان على وعي الشعب والشباب المصري وهو الرهان الكسبان دائما. يعني برضو رسائل هامه تحدث عنها السيد الرئيس باننا استعدنا سيناء بثمن مرتفع باهظ، والان تتم عمليات تنميه خلال السنوات الماضيه ومستمره، تم ضخ مليارات الجنيهات لتنميه سيناء. يعني كيف ترى عملية التنمية في سيناء وأهمية هذه العملية في مختلف ربوع مصر بأن عملية التنمية لا تقل جهدا ولا لا تبعد عن مسألة الحرب؟ شوف حضرتك، أولا اتفقنا في البداية أن هو مصر رفضت هذا مع وضع استراتيجية من ثلاث محاور لخدمات الأمم المتحدة، قلت لك كانت بتستخدمها أولا تنمية، الثانية فكرية، الثالثة تنموية. ما التنموية دي بتكتب بتجاربها دلوقتي لان المتحدث بتتناولها ومتحدث عليها دلوقتي. احنا نتحدث 700 مليار بدات الاول بال 10 مليار تخدم وتتذكر التاريخ وسوم عصر عندما كان يقود القياده المشتركه شرق القناه او قوات شرق القناه وكان معاه 10 مليار جنيه لبناء تنميه سيناء. ال 10 دول وصلوا 700 مليار النهارده، اشترك منهم بالفعل 610 مليار كما ذكر السيد رئيس الوزراء في حكايه وصل منذ يعني اول امس يعني تحديدا في بيانه اللي قبل بيه امام الراي العام المصري والعالمي للشعب المصري كله، اللي بقى متوقف قليل. لكن نتعامل ايه بقى؟ عمل 250 كيلو متر طرق، اتعمل سبع مدن جديده في اطار توصيل من 3-8 مليون مواطن، النقطه مش ببساطه. مجموعه الخدمات والاربع مناطق صناعيه والنص مليون فدان ومجموعه الوحدات الصحيه العلاجيه، اضافه الى الكثير من المشروعات المائيه 22 محطه ميه مختلفه القدرات، اضافه لمجموعه من محطات الكهرباء، المدارس اللي اتعملت، المعاهد الازهريه اللي اتعملت، جامعات عندي خمس جامعات في سينا، سينا بعد فيها خمس جامعات يا فندم، اللي كانت يعني مدرسه ابتدائي واعدادي
الجامعات فيها خمس جامعات كامله، جامعات اهليه او جامعات حكوميه او جامعات خاصه. الدلاله على او شايف في ذلك هو ان الحياه رجعت لطبيعتها تاني في سيناء، صحيح سيدي اللواء، التمام في اطار مكافحه الارهاب ومكافحه الفكر المضلل والتطرف اللي كان دايما بيحاول ينهشوا عظام سيناء ويحاولوا يوجعوا الدوله المصريه في بقعه قصيره. وهو ما استطاع الجيش المصري وعزيمة المصريين دحر هذا الإرهاب. سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العليا للدراسات وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء، وكل عام وحضرتك بألف خير. العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق، تقدم عدد من الأحزاب السياسية بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر. كما هنات الأحزاب القوات المسلحة وشعب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدة الوقوف خلف الرئيس السيسي في قيادته الحكيمة للبلاد والحفاظ على الدولة الوطنية. We'll be right back.
وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قامت القوات المسلحة بتكريم عدد من أبناء الشهداء ومصاب العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد. كما نظمت عددا من الزيارات المنزلية لأسرهم، وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية، وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ. في السياق، أعرب أبناء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عن سعادتهم البالغة، مؤكدين أن بطولات أبائهم خير دافع لهم لاستكمال مسيرة حب الوطن، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التي تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم في كافة الأوقات. يعد تدمير الحصون التي بناها العدو في القنطرة الشرق والتي منها خط بارليف الذي كان يعد واحدا من أقوى الحصون والموانع في العالم هو التحدي الأكبر للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر. ونجح أبطال القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر من تدمير كافة النقاط الحصينة للقوات الإسرائيلية والسيطرة عليها لتكون هي محور تحول المعركة في صالح القوات المصرية. لم تكن كغيرها من المعارك، إذ كانت الحصون التي بناها العدو في القنطرة الشرق من أقوى حصون خط بارليف المنيع، لتجعل مهمة تحرير المدينة المطلة على الضفة الشرقية لقناة السويس ليس بالأمر السهل. منذ الضربة الجوية الأولى والتمهيد النيراني للمدفعية، تم إنزال قوارب قوات المرحلة الأولى لاقتحام النقاط الحصينة لخط بارليف، ثم بدأ اقتحام دفاعات القوات الإسرائيلية في القطاع من شمال جزيرة البلاح حتى الكاب، واقتحام نقطة حصينة لمعاونة أعمال قتال قطاع بورسعيد. بعد 10 دقائق من العبور، تم الاستيلاء على أول نقطة حصينة على مستوى الجبهة وهي القنطرة 1، وبعد 50 دقيقة من العبور، تم الاستيلاء على 6 نقاط وبقيت النقطة الحصينة القنطرة 3، بلدية القنطرة محاصرة حتى يوم 7 أكتوبر عام 1973، ليتم الاستيلاء عليها قبل آخر ضوء يوم 7 أكتوبر. وبنهاية اليوم الأول للقتال، تم الاستيلاء على جميع النقاط الحصينة وإحكام الحصار حول مدينة القنطرة وصد اختراق القوات الإسرائيلية، فضلاً عن تدمير 37 دبابة وتوسيع رأس الكوبري المحدد للفرق بعمق 9 كيلومترات. البطل الحقيقي في هذه المعركة كانت الفرقة 18 بقيادة العميد فؤاد عزيز غالي، والتي تمكنت من تحرير المدينة بعد أن حاصرتها داخلياً وخارجياً ثم اقتحمتها. دار القتال في شوارعها وداخل مبانيها حتى انهارت فوق قوات العدو. استولت الفرقة على كمية كبيرة من أسلحة ومعدات العدو، من بينها عدد من الدبابات، فضلاً عن أسر 30 جندياً إسرائيلياً. المشير عبد الغني الجمصي قائد عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر قال عن هذه المعركة، معركة القنطرة شرق، قال إن الحصون التي بناها العدو في القنطرة شرق من أقوى حصون خط بارليف، وصل عدد هذه الحصون إلى 7 حصون. كما أن القتال داخل المدينة يحتاج إلى جهد كبير ومضاعف، لأن القتال في المدن يختلف عن القتال في الصحراء. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السابق. بعد التحية وكل عام وحضرتك بألف خير، نتحدث اليوم عن رسائل عدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال وفي الندوة التثقيفية بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. وتحدث الرئيس السيسي عن أن نصر أكتوبر هو انتصار فريد من نوعه يستدعي ويستوجب الوقوف أمامه، ليس فقط لسنوات ولكن لعقود. كيف تقرأ ذلك؟ أولا كل عام ومصر والمصريين بكل خير، وإن شاء الله يظل نصر أكتوبر هو مشكاة أو يعني خلينا نقول مرشد لأجيالنا وأجيال القادمة أن دايما يقودنا إلى النصر. إذا كنا بنتحدث عن نصر أكتوبر بالفعل كما أشار السيد الرئيس إلى أنه خلينا نقول ليس مجرد انتصار بل قفزة، هو حقيقي احنا في حرب 67 وبعد عقاب النكسة كان الموقف المصري بشكل عام يرثى له لو كنا بنحسب بالحسابات المنطقية للحروب التقليدية، حالة اقتصادية متردية، الديون في هذا التوقيت تخطت 5 مليار دولار وده كان رقم كبير جدا في هذا التوقيت، حقول البترول اللي كانت بتضخ بترول وبتطلع بتصدر من خلالها بترول توقفت تماما اثناء الحرب، خاصة الحقول اللي في سيناء، مليون شخص تقريبا هجروا من مدن القناة علشان يرجعوا الى اي محافظات اخرى لتستوعبوا هذه المحافظات، فهذا عبء كبير. الحالة اهتزاز الثقة كما اشار السيد الرئيس في القوات المسلحة بأنها تستطيع أن تحقق نصر مرة أخرى، أمر كان صعب للغاية حقيقة. فترة الإعداد 6 سنوات من 1967 إلى 1973 بتدرس في جميع المعاهد والمنشآت العسكرية على مستوى العالم، كيف استطاعت مصر أن تعد وتخطط تخطيط جيد ومتقن للغاية لتصل إلى مرحلة أنها تستطيع مرة أخرى أن تخوض حرب في حد ذاتها، وليس فقط النصر ولكن فقط أن البعض كان بيتخيل أنها لا يمكن أن تقوم لمصر قائمة أخرى. نعم. وده كان بالتأكيد الحالة الصعبة دي كان النجاح الأساسي فيها كان للشعب المصري قبل الجيش، لأنه اصطف خلف القوات المسلحة بقوة. نعم. يعني يكفي أن أقول لحضرتك أن الشعب المصري اكتسب في تبرعات للجيش المصري في هذا التوقيت بحوالي 7 مليون دولار، وده رقم كبير جدا يعني يصعب ان حد يتخيله، 7 مليون جنيه، وده حد كان يتخيله في هذا التوقيت ان الشعب المصري يستطيع ان يصطفي بهذا الشكل. وبالفعل كانت هناك معاناة. نعم. معاناة كبيرة للشعب، يعني يكفي ان احنا نتذكر الاجيال بتاعتنا. ولذلك يعني استاذ مدحت، يعني توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب مصر العظيم بالتحيه والتقدير، وتحدث عن ان الانسان المصري به العديد من القيم والمبادئ والصفات التي جعلته مؤهلا ليكون يعني عقيده قويه جدا في القوات المسلحه، وقال ان لمصر رجالا في كل عصر قادرون على صمد الوطن ورفعته. كيف تقرأ رسالة الرئيس السيسي إلى شعب مصر العظيم مثلما ذكرت منذ قليل؟ يعني كما أشرت في حديثي أن الاصطفاف الشعب خلف القوات المسلحة كان أمر صعب للغاية أن يتخيله المحلل العسكري أو السياسي أو الاقتصادي على مستوى العالم بعد اهتزاز الثقة في قدرة القوات المسلحة المصرية على تحقيق هذا النصر أو حتى أنها تخوض حرب أخرى، وده كان في حد ذاته نجاح باهر. الشعب في الشدائد دائما بيحتاج إلى حشد معنوي وشفافية كاملة في نقل المعلومة حتى يستطيع هذا الشعب أن يخطو خطوات في اتجاه تعزيز الثقة في قيادته وفي إدارة أي عملية فيها تحديات أو مصاعب.
احنا الان في حرب اقتصاديه على مستوى العالم كما نرى، لم تعد الحرب التقليديه هي الاساس. احنا شايفين الحرب التي الاقتصاديه القاسيه الدائره الان ما بين روسيا وما بين دول الغرب وتاثيراتها علينا احنا كمصر، تاثيراتها على جميع دول العالم، تحتاج الى خطه واضحه، نقل معلومات وشفافيه كامله للشعب في توقيته، فريق عمل قوي يستطيع ان يقود عملية التغير في أسلوب مواجهة هذه الحرب الاقتصادية الصعبة، لأنها ليست حرب تقليدية. ده نحتاج فيه زي ما حضرتك أشارتي وزي ما السيد الرئيس أشار، أولا إلى توعية الشعب ووصول المعلومة إلى الشباب بشكل أدق وأوضح، حشد هذه القدرات والقوة والاستعانة بالخبراء في المجالات المختلفة لمواجهة هذه التحديات الصعبة التي نخوضها الآن. الحروب الاقتصادية أصبحت الآن هي خلينا أقول الصراع الأول في العالم قبل أن نفكر في أي حرب تقليدية. بالتأكيد يعني هناك أشكال جديدة الآن للحروب، سواء كان حروب الأجيال الرابعة وصلنا لغاية الجيل السادس والسابع، ولكن حدثنا أستاذ مدحت عن هذا اليوم الجليل يوم النصر. نتحدث هذا اليوم أيضا عن صناع النصر وصناع التحدي، ونتحدث في المقام الأول عن بطل الحرب والسلام الذي استشهد أيضا هو محمد أنور السادات. كيف تقرأ صناع التحدي وصناع النصر وصناع المفاجأة، رجال كانوا على قلب رجل واحد؟ حقيقة السيد الرئيس محمد أنور السادات يعني ضرب كثير من الأمثلة، وليس فقط لدى الشعب المصري فقط ولكن العالم أجمع. أنا في 1974 آسف عذرا كنت في ألف في عام 2004 كنت في احد المعاهد الاستخباراتيه القويه في الدول الغربيه في اطار دوره تدريبيه ومناقشات، وعندما بداوا في اول درس يتحدثون فيه عن مبادئ الحرب فتحدثوا عن الخداع ديسبشن، مع اول لافته ظهرت على الشاشه كانت الخداع. اللافته الاخرى كان صوره البطل محمد أنور السادات بالبايب بتاعه المشهور بالزي العسكري، وابتدوا يتحدثوا عن كيف استطاع القوات المسلحة المصرية خداع القوات الإسرائيلية وخداع أجهزة المخابرات الأجنبية المختلفة بتقدمها التكنولوجي الضخم في هذه الحرب، وتحقيق مفاجأة لم يتوقعها العدو الإسرائيلي ولم تتوقعها جميع أجهزة الاستخبارات على مستوى العالم. هناك فريق عمل متكامل كان مع السيد الرئيس محمد أنور السادات، ويمكن البعض من أسرهم تم تكريمهم اليوم، كان فريق عمل تم تكوينه بمهارة فائقة ليكون خير قيادة للقوات المسلحة في هذا التوقيت. جميعهم يستحقون كل الثناء والتقدير. سعدت اليوم بأني أجد بعض ضباط الصف الذين يتم تكريمهم في ذكرى 50 لحرب أكتوبر، لنضع رسالة واضحة أمام الجميع بأن مصر لا يمكن أن تنسى كل من ضحى لصالحها ولتحقيق النصر. وصلت الصورة. الأستاذ مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسة الأمن القومي وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السابق، شكرا جزيلا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات السادس من أكتوبر عام 1973، إنه اليوم الذي حولت فيه مصر الجرحى وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة. وأكد الرئيس السيسي أن مصر عبرت بالنصر الحاجز الذي كان منيعا بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور، وذلك للشعب المصري والأمة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أبطال ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، شعب مصر العظيم، أتقدم إليكم بخالص التهنئة في الذكرى 50 لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973،
عيد القوات المسلحة، يوم حولت مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز الذي كان منيعاً بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء، وأزالت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصري والأمة العربية. إن في هذا النصر الفريد ما يستوجب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود وعقود للتعلم والتدبر. قيم عندما حضرت حضر النجاح والتفوق، التخطيط العلمي المحكم والدقيق الذي لا يترك شيئاً إلا وتحوط له بما يلزم، التنسيق المنظم الذي يستغل جميع القدرات والإمكانات فيصل بأداء المنظومة إلى أعلى درجاتها، والتنفيذ المنضبط الراقي في أدائه والمبهر في نظامه وترتيبه، والروح الوطنية القتالية التي استعانت على التحدي الهائل بالمخزون الحضاري العميق للأمة المصرية من القوة والبأس والثقة بالذات، وقبل كل ذلك وبعده كان الإيمان بالله، إيمان الواثقين العارفين بأن نصر الله قريب يكافئ به المخلصين المجتهدين أصحاب القضايا العادلة. شعب مصر العظيم، إن كل هذه القيم والمبادئ والصفات تجسدت في الإنسان المصري، في قواتكم المسلحة الباسلة البارة بوطنها، جيل أكتوبر العظيم الذي ارتفعت قامته فوق ارتفاع المحنة وأثبت مجدداً أن لمصر رجالاً في كل عصر يعرفون قدرها العظيم وقادرون دائماً بإذن الله على صود الوطن ورفعته. تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة الوفية لدورها الوطني المقدر في الحرب والسلم، لإخلاصها الدائم واحترافيتها المتميزة واستعدادها لجميع التحديات التي تواجه الوطن. وتحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات، وتحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات البطل الذي استشهد في نصب السلام بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن. تحية له ولشهداء مصر الأبرار في حرب أكتوبر الذين ارتوت أرض هذا الوطن العزيز بدمائهم الغالية وسطروا أسماءهم خالدة في دواوين الشرف والبطولة. شعب مصر الكريم، إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعاً، نحن المصريين استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا، وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهده من قبل، فتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات، وهو إنفاق مهما زاد لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق هذه الأرض الغالية، سواء لاستردادها من الاحتلال
أو تطهيرها من الإرهاب، وهي الحرب الأخيرة التي امتدت أكثر من 10 سنوات كاملة. وسيأتي اليوم الذي نقص فيه بالكامل روايتها، ليعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال في بلادهم وتنمية مواردها وتطويرها، والانطلاق بمصر من خلال بناء مقاومات القوة الشاملة اقتصادياً وتكنولوجياً وتنموياً، لتصل مصر بإذن الله وفي وقت ليس بالبعيد إلى المكانة التي يصبو إليها شعبها العظيم وتتسق مع تاريخها المجيد. في الختام أتوجه إليكم بالتحية مجدداً، كل عام وأنتم بخير، ومصر والأمة العربية والإنسانية كلها في سلام واستقرار وازدهار. ودائماً وأبداً تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم خلال هذه التغطية الخاصة الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. تغطيتنا مستمرة مع برنامج التاسعة مع يوسف عبدين. مساء الخير يوسف، وكل سنة وانت طيب. مساء الخير دينا، كل سنة وانت طيبة. مساء الخير يا محمد، كل سنة وانت طيبين، وكل سنة وكلنا طيبين، المصريين واللي بيحبوا المصريين كمان. صحيح. النهاردة يوم جميل، النهاردة يوم فريد، كله احتفالات من الصبح، حاسين فعلا ان احنا في عيد. يا رب دايما مصر في عيد كل يوم. يا رب دايما، وانتصاراتنا مستمرة وعلى طول بنحتفل بانتصاراتنا. هي الحالة اللي بتخلقها انتصارات اكتوبر والاحتفال بانتصارات اكتوبر كل سنة مختلفة شوية، كل سنة بتختلف. السنة دي جاية في وقت فيه حراك مختلف وجميل في الشارع المصري، لكن لو قعدنا نحكي بقالنا 50 سنة يا محمد بنحكي عن كواليس انتصارات اكتوبر، ولسه الحكايات ما بتخلص. الروح موجودة. كل التوفيق يا يوسف في حلقة. شكرا ليك محمد، شكرا ليك دينا، وشكرا لكل صناع اليوم الجميل النهاردة، يوم التغطية لاحتفالات نصر أكتوبر المجيد. ولحظات مشاهدينا، ونبدأ مع حضراتكم حلقة خاصة من حلقات التاسعة.